فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. البكاء هذا بكاء ألم وحزن وأسف للحالة التي عليه والدته، وأنا أبكي. قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، تمتنع ما تقبل مني، أدعوها يعني متكررا مرات وأنا أجتهد معها وأناصحها وأبين لها لكن ما تقبل، فتاب علي فدعوتها اليوم. يعني هذا يفيد أنه كان مستمر في الدعوة، لأن قولها الأول أدعوه أدعو أمي للإسلام يعني هكذا دائما، واليوم دعوتها إلى دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. معنا الآن في هذا المجلس من هو بحاجة إلى هذه الدعوة؟ يسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده قلوب العباد الهادي سبحانه إلى سواء السبيل، أسأله جل وعلا أن يهدي والد ووالدتي كل حاضر وأن يشرح صدور غير مسلمهم إلى الإسلام. اللهم اشرح صدور غير المسلمين إلى الإسلام يا رب العالمين. اللهم اشرح صدور غير المسلمين إلى الإسلام يا رب العالمين. قال رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. دعا له بهذه الدعوة أن يهدي الله عز وجل أمه وأن يشرح صدرها للإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه فخرجت مستبشرا بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه الدعوة، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فخرج فرحا بهذه الدعوة. يقول فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشفة أي صوت قدمي، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء صوت الماء، كانت أمه تغتسل، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، لبست درعها أي ثوبها، وأما الخمار خرجت بسرعة قبل أن تلبس الخمار على الرأس،
عجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخلت في الإسلام وشرح الله عز وجل صدرها الإسلام وأجاب فيها دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، والإجابة سبحان الله كانت فورية. دعا النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وهنا دخلت هي تغتسل مباشرة وقت الدعوة، مباشرة كانت الإجابة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهي دخلت تغتسل مباشرة على إثر الدعاء، مباشرة إجابة فورية. وأبو هريرة رجع إلى البيت سريعا فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في هذه الأثناء قد شرح صدرها للإسلام، أجاب الله عز وجل فيها دعوة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فخرجت وهي تنطق بالشهادتين. ماذا صنع أبو هريرة؟ رجع مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وأنا أبكي، لكنه بكاء آخر. البكاء الأول مر، وهذا البكاء حلو. البكاء الأول ألم وحزن، وهذا البكاء فرح وسرور بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله ويسره سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بيده عز وجل. فأتيته وأنا أبكي من الفرح، وأنا أبكي من الفرح، فهذا بكاء فرح وسرور بهذه النعمة العظيمة التي ساق الله سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول الله أبشر. جاء مبشرا بهداية أمة. قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. بشره بهذا الخير الذي ساقه الله عز وجل وهدى أم أبي هريرة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه وقال: خيراً